عام دراسي جديد تطلقه جامعة حضرموت يرسم من خلاله أكثر من 4000 طالب تم قبولهم هذا العام، أمال في صنع مستقبل أفضل. نطمح في هذا العام الجديد أن تكون مخرجات التعليم أفضل وأرقى من العام السابقة، من مثلا في الجانب التطبيقي أن تتطرق الجامعة للجانب التطبيقي أكثر. لكن هذا العام الدراسي مهدد بالكثير من الصعوبات، فجامعة حضرموت تعد الأفقر بين نظيراتها الحكومية من حيث أعداد كادر التدريس. الميزانية التشغيلية للجامعة حرجة للغاية، مع عدم إيفاء الحكومة حتى الآن بالتزاماتها المالية للجامعة التي باتت تعتمد على ما تقدمه لها السلطات المحلية والمؤسسات الخيرية والتنموية لتوفير بعض متطلباتها ورواتب المتقاعدين لديها. لا توجد ميزانية تشغيلية لازم كافية لتشغيل الجامعة، هو فتات يأتي من الموازنة العامة. تقدمنا بهذا الطلب إلى الحكومة، إلى رئاسة الجمهورية، كلهم وعدوا خيرا ولكن لم ينفذ شيء من ذلك. وكانت الجامعة قد اعتذرت هذا العام عن قبول أكثر من 3000 متقدم للدراسة لمحدودية مقاعد كلياتها 15، فهي الجامعة الحكومية الوحيدة التي لم تقم أي من الحكومات المتعاقبة بدعم بنيتها التحتية منذ تأسيسها قبل نحو عقدين من الزمن. الدولة بنت لنا منشأة واحدة في الجامعة هي كلية الهندسة والبترول. كلية الطب والعلوم الصحية في فلك بناها مجلس الأمناء. أكثر أو كل كليات الجامعة الأخرى سوى هاتين المنشأتين موجودة في مبان مؤقتة لا تصلح أن تكون منشآت للجامعة. ومع فقدان آلاف الشباب سنويا لفرصة الالتحاق بالجامعة ومحدودية معاهد التعليم المهني والفني، يبقى السؤال إلى أين يفترض أن يتوجه هؤلاء الشباب؟ يأتي العام الدراسي الجديد في ظل صعوبات عدة تمر بها جامعة حضرموت، على رأسها عدم توفر الميزانية التشغيلية الكافية وتدهور البنية التحتية للجامعة وتخلي الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه المؤسسة الأكاديمية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.